وباذن الله هيك رب العالمين بيكتب لهم حياه ثانيه اللي راحوا احلى من اللي كانوا عايشينها. نعتبر اليوم هيك مثل الدواء طبطبه، لان العالم العربي كله بحاجه لهي الطبطبه. شام الذهبي بنت اصاله خرجت عن صمتها بتهاجم اللي انتقدوا امها الفتره اللي فاتت. انتوا ما تعرفوش هي بتعمل ايه. الفنانه اصاله فتحت النار من كام يوم على الصحفي اللبناني ربيع فران لمجرد انه كتب على تويتر المفروض ان اصاله مصري تعمل مبادره انسانيه كده وتقول لزمايلها كمان يساعدوا السوريين، ومحدش يقول مش هنعرف نعدي من معابر تركيا، ده انتوا لو اتبرعتوا بحق مهرجان واحد هيكفي تساعدوا المتضررين، انتوا مستنيين ايه؟ وهنا اصاله ما سكتتش وقالت له انا مش مستنيه توجيهاتك عشان اعمل واجبي اللي عمري ما وقفت عنه حتى لما وقفت المهرجانات والحفلات، بس انا كان عندي ضمير ومسؤوليه كبيره. وبعدها اصاله نشرت تغريده على تويتر انها عاوزه اسامي مؤسسات هدفها يكون انساني بح عشان يسهل عليها عمليه الوصول لمتضررين الزلزال. وخليني اقول لكم ان بعدها اصاله اتبرعت ب 3 مليون دولار امريكي للمتضررين الزلزال في سوريا، لكن اصاله الهجوم رجع عليها من تاني لما ظهرت في برنامج سعودي ايدول واللي بتشارك فيه كعضو لجنة تحكيم، وظهرت بفستان اسود وميك اب خفيف، وان دي يعني اشاره لحزنها على ضحايا الزلزال في سوريا، وقالت الانسان بيرتبك في المواقف اللي زي دي ولازم يستخبى او ياخد شكل حداد، وانا اخترت اكون حاضره عشان بحس ان الناس الضعفاء محتاجين ناس قويه زينا يستقوا بيهم. وطبعا الكلام ده ما عجبش رواد السوشيال ميديا ولا حتى الصحفيين، واتفتح عليها هجوم اكبر من الهجوم اللي قبله، وكتب الناشط راني أسعد إذا كان لقلة الأصل عنوان فهي أصالة نصري رحم الله الضحايا. غير الإعلامية رولا نصر كتبت الناس اللي محتاجين طبطبة دلوقتي يا أصالة قاعدين في الشوارع في البرد، لا معاهم بطاطين ولا معاهم لبس، ولسوء الحظ ما عندهمش تلفزيون عشان يتفرجوا عليكي ويستمدوا القوة منك. والوحيد اللي وقف في صف أصالة قال يا جماعة ده برنامج وعقد مكتوب، ما ينفعش تفسخ العقد ولا حتى تصور برنامج، وعيب الكلام والمزايدات دي، محدش يتكلم عن وطنية أصالة اللي كلنا عارفينها. وكلام كتير من النوع ده اتقال على أصالة، وإنها مش حاسة بالضحايا السوريين، وإنها المفروض تكون أول من يقدم المساعدات لأهلها. كل ده خلى أصالة تنشر تغريدة وهي مضطرة وتعلن هي بتعمل إيه مع أهلها في سوريا، وإنها فعلا بتساعد، وإنها فعلا اتبرعت ب3 مليون دولار أمريكي. وطبعا الناس برضو ما سكتتش لحد ما خرجت شام الذهبي تدافع عن امها وتهاجم كل اللي انتقد امها بكلمه واحده بس. قالت شام الذهبي في مداخله هاتفيه في احدى البرامج انا زعلانه على الظلم اللي تعرضت له اكرم انسانه واكتر واحده عندها مشاعر واحساس بالاخرين هي والدتي اصاله. كل واحد بيختار يواسي الناس بطريقته، واصاله اختارت انها تكافح وتقف على رجليها وهي في اضعف حالتها، تكافح وتقوم بواجبها عشان عندها مسؤوليات كتير. والمفاجاه اللي اذهلت الجميع هي ان امها بتعول أكتر من 100 أسرة بقالها 30 سنة ومرت كتير بلحظات ضعف وفضلت شايلاهم على راسها حتى لما كانت بتعدي بأزمات مالية ما كانتش بتأثر. وكملت شام الذهبي انتوا عارفين أصالة اتخذلت قد إيه في حياتها، عارفين بدأت إزاي من الصفر، دي كمان اتبرعت بأضعاف أجرها، وواتساب أصالة كله طلبات مساعدة وهي بتحرص على تلبية طلباتهم. يا ترى دلوقتي لسه شايفينها عندها قلة أصالة ولا أصالة طلعت اسم على مسمى؟ أستنى رأيكم في الكومنتات.